عالماً بالسر ضاق بي المدى الله يا الله والليل طال ولم أجد فيه الصدى. أنا أول ما جيت مصر طبعاً أنت عارف خارجين منين، فكنت بدور على شقة. خدني بتاع التاكسي السواق اللي في شقة هنا، بصيت للشقة، الله أكبر دي جميلة قوي، ده تعمل لها شيء الفلاني. قال لي استنى نشوف صاحبها، طيب جدا. جاء الراجل فقال لي سوريا؟ قلت له نعم. الله يكون في عونكم، انتوا على دماغنا من فوق. قلت له حضرتك بس انا بص يمكن ما اقدرش اجرها عشان اكيد غالية. قال لي اطلع شوف براحتك فوق بعدين نتكلم. انا من جوه يمكن ارجع خايب الرجاء، انا معرفش الجماعة هما بيحبوا لكن معرفش الحب انه ده سكر زيادة. طلعت الباسبور، نادى البواب هات عقد، هات العقد. حضرتك استنى شوية بس اطلع الفلوس وعد، وانت عايز ايه؟ كتب العقد، طلع عيلتك فوق. انا ما صدقت. طلعنا فوق، الفرحة كان كبيرة قوي. قال لي اقعد براحتك واللي قادر تدفعه ادفعه، هات عفش للبيت وادي حسابي في البنك، لما تجري الفلوس بايديك يبقى ربنا سهل. وهقول لك على حاجة، طالما في حب سيدنا النبي في البلد دي تستعصي على كل جبار عنيد. شعبي بيحب سيدنا النبي سكر زيادة ولا حد يقدر عليه. محمية منصورة. بنحبك يا نبينا وده أجمل شيء فينا، عايش رسول الله في قلوبنا وعنينا. أنا بدأت معهم يمكن كان عمري 6 سنوات، فكنت حفلة ياخدوني حفلة ما ياخدونيش، أصل المكان اليوم ضيق، اليوم المكان مناسب. بعدها حطوني كده ياخدوني على، لما كبرت كمان سنة كده 7 سنوات بدأوا يحطوني على الكرسي، أقعد أنا وأخويا أنس على كرسي واحد في الحفلة. بعديها في 8 سنين حطوا لنا مايك وايرلس، هو مش وايرلس بس من غير كابل يعني في 9 سنوات أكرمنا الله، يعني حاجة بتجي بالقسط، حطوا لنا كابلة كده ومرمية في الأرض. في العمل 10 سنوات بدأ العمل الجدي، كانت صقلت نوعا ما هذه الموهبة فعلا يعني. فالحمد لله بعمر 10 سنوات المايك اشتغل. أحب أطمنك وكانت بداية جميلة فعلا، لنا جمهور من المسلمين ومن غير المسلمين ونحبهم ويحبوننا. إن الرسالة هي الحب، الحب من نال المحبة لم تفوته حبة، ومن سلب المحبة لا يساوي حبة. احنا بدينا تقريبا من سنة 83 وكنا 4 اخوات بالتسعينيات تقريبا، جاء عبد الرحمن وانس فتكاملت الفرقة. لا كلنا اخوات من اب وام واحد، نحن ولا فخر يعني، نحن نسبنا للحبيب صلى الله عليه وسلم من طريق سيدنا الحسين رضي الله عنه، من طريق الوالد، والوالدة من سيدنا الحسن رضي الله عنها، هذا نشرف به نحن. مش أنا اللي أقدر أقول لك رأيي في السيد نقشبندي، يعني أنت بتتكلم على واحد عملاق قدام واحد صغير زي. إذا كان في معي أحد أحبابنا المسيحيين موجود في الحفل، هو بيحب إيه؟ بيحب البتول اللي أنا بحبها، سيدتنا مريم سيدة نساء العالمين. بيحب إيه؟ بيحب ربنا أول حاجة، بيحب سيدنا عيسى، فأنا بحبه، إحنا متفقين على المحبة أهو.
فبروح مسمعه حاجة من اللي بيحبها، من اللي أنا بحبها ظل. يا عالما بالسر ضاق بي المدى، الله يا الله، والليل طال ولم أجد فيه الصدى، ومضيت تيها الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى، نور الهدى، نور الهدى، نور الهدى.